الاعلامي كابتن احمد فواز، يسعدنا من حمام سباحه نادي السكه الحديد يكون معانا الدكتور محمد عيد رئيس مجلس اداره نادي السكه الحديد. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك احنا مجلس الاداره اللي انا اتشرف برئاسته، احنا اول مجلس منتخب لنادي السكه الحديد 1903. فالحقيقه احنا ربنا كرمنا بالقانون الجديد وتم انتخابنا، والمجلس الحقيقه كان الدكتور اشرف صبحي مدينا فرصه ان احنا نستثمر في النادي عشان نجيب دخل للنادي. فالحقيقه احنا عملنا الحاجات اللي حضرتك شفتها دي كلها، والجيم اللي حضرتك هتشوفه. الحقيقه معايا مجلس اداره محترم يتكون من الدكتور محمد سعيد نائب، كابتن نبيل امين صندوق، الاستاذ ناصر عمران عضو مجلس اداره، استاذه اميمه عضو مجلس اداره، مهندس محمود صادق عضو مجلس اداره، الكابتن محمد نافع عضو مجلس الاداره. الحقيقه انا من غيرهم ما كنتش اقدر اعمل اي حاجه. الحقيقه هم ساعدوني جدا جدا في اللي حصل كده. طبعا احنا شفنا قاعة الافراح وجمال قاعة الافراح. قاعة واحدة من ضمن اربع قاعات موجودين في النادي، ويعني لسه ما شفناش الباقي. وحضرتك احنا قاعدين ورا حمام السباحة ده. حمام السباحة ده احنا في عز التلج وهو شغال، عشان حمام السباحة ده سخن، بيشتغل في الشتاء وبيشتغل في الصيف، بيشتغل 24 ساعة في 365 يوم. حضرتك حمام السباحه ده اتكلف حوالي 5 مليون جنيه، بين تغيير المواسير وبين السخان وبين توصيل الغاز وبين النظافه بتاعه الحمام. الحقيقه يعني الحاجات دي كلها من ساعه ما المجلس، من اول المجلس واحنا اشتغلنا في الحاجات دي. الحاجات الجميله طبعا اللي احنا شفناها في جولتنا، الاستيشن التصوير حاجه مهوله، حاجه جميله جدا. الفكره جت ازاي؟ واستيشن التصوير داخل نادي رياضي اول مره وحاجه جميله جدا، احكي لنا الفكره جت ازاي؟ حضرتك الفكره الحقيقه احنا صاحب الفكره هو الدكتور اشرف صبحي، اللي هو ادانا الفرصه واحنا واخدين موافقات منه على كل الحاجات اللي اتعملت دي، ان هي ده استثمار للنادي. حضرتك دي الحاجات دي مكلفه اموال كتير، وهترجع للنادي في خلال اللي 5 سنين واللي 10 سنين واللي 15 سنة. فيعني دي هتبقى نواة للنادي، كل الحاجات دي هترجع للنادي الفترة اللي جاية، والنادي يقدر يستغلها ويقدر يأجرها بمبالغ كبيرة وهكذا. يعني حاجه جميله يا فندم. كمان الاعضاء لما يجوا النادي، افراحهم، احزانهم، انا شفت قاعه كتب الكتب. حضرتك كل عضو من اعضاء النادي له تخفيض 25% في قاعات الافراح اللي موجوده في النادي دي كلها. النادي بتاعي لما يكون فيه رياضه، يكون فيه فرحي، يكون فيه كتب كتابي، يكون فيه حاجات جميله، ده بيتي التاني. فحاجات نشتغل في كل الاتجاهات. حضرتك احنا صعدنا بفريق كرة القدم من الدرجة الثالثة للدرجة الممتاز به، واحنا الوقت في موقف كويس في الممتاز به. احنا في يعني حوالي في التاسع، الفريق التاسع، وان شاء الله قدامنا ماتشين ثلاثة ان شاء الله ممكن ننافس على الصعود للدوري الممتاز بإذن الله. يعني احنا ماشيين في كل الاتجاهات، وده بجهود ذاتية. حضرتك هيئة سكة حديد لم تساعدني بأي شيء، وإحنا بنعمل كل ده من الاشتراكات، من الاستثمارات، من وبنصرف. حضرتك فرقة الكورة بتكلفني مبلغ كبير جدا جدا كل شهر. فرقة الكورة بتكلفني حوالي 700-800 ألف جنيه في الشهر. كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب يعيد الأيام عليكم بالخير، وبتمنى لكم كلكم السعادة، وأتمنى إن احنا نكون قدرنا نعمل حاجة ولو بسيطة يعني لأعضاء نادي السكة الحديد. كل سنة وحضراتكم طيبين، ونمسي على أحمد بيه وعلى حضرتك وعلى السادة الضيوف. كل سنة وحضراتكم طيبين. ده المكان بتاعنا، ده الجيم. طبعا ده كان سطح ما كانش ليه أي معالم، فطبعا الحمد لله بالدكتور محمد عيد والمجلس احنا طرحناه واتعمل جيم على اعلى مستوى زي ما حضرتك شايف كده.
وبعد حق الانتفاع بتاعه هيرجع للنادي. طبعا احنا نادي زي ما الناس كلها عارفه، يعني احنا نادي يعني امكانياتنا على قدنا، فكل اللي بيحصل في النادي ده احنا النادي ما دفعش فيه حاجه، كلها حق انتفاع وهترجع تاني للنادي. انما لو احنا ما كناش عملنا كده ومشينا بالفكر ده احنا ما كناش هنعمل حاجه، كنا زي ما احنا استلمنا، سوري في اللفظ اللي عايز اقول كلمه كده، يعني زي ما احنا استلمنا النادي معدم، معدم ما فيهوش ميه حتى ولا نور ولا يعني ما لقيناش، ما كانش فيه دورات ميه. يعني احنا كنا استلمنا النادي وخوفنا ان احنا نعمل اي حاجه كنا برضو هنسلمه زي ما هو بنفس الصوره السيئه اللي احنا استلمناه بيها، اللي الناس قعدت عشرات سنين ما حدش عمل، ما حدش ركب حنفيه في النادي. احنا كل اللي بيحصل في النادي ده باجتهاد ربنا سبحانه وتعالى ومن علينا والمجلس المحترم اللي معانا، وابتدينا نعمل مشاريع، نعمل مشاريع حق انتفاع، حق انتفاع، لان احنا مش هنقدر والدعم مش عايزين دعم، احنا مش بنطلب حد بدعم، يعني احنا عايزين نعتمد على نفسنا، فسيبونا بقى احنا نعتمد على نفسنا. يعني بالنسبه للساده الاعضاء بتوعنا بتوع الهيئه، يعني انا مش عايز، احنا اشتراكنا 5 جنيه في الشهر، فلو انت لو يعني المشترك عندنا مثلا 15000 واحد، شوف ال 5 جنيه هتجيب ايه، وانا مطالب بميه ومطالب بنور ومطالب بتامينات ومطالب بضرايب. العماله عندي في النادي احنا جينا كان مثلا على سبيل المثال المرتبات كانت 90000، دلوقتي عدت ربع مليون جنيه، احنا زودنا الناس وطبعا النادي بقى فيه شغل، جبنا عماله جديده تشتغل. انما بالنسبه لل ما كلف الوزاره وده ما كلفناش حد حاجه، احنا ما كلفناش، وبرده احنا مش عايزين نكلفهم، احنا عايزين نعتمد على نفسنا، وبفضل الله احنا ماشيين بخطه ثابته ومعتمدين على نفسنا. كالحديد اقدم نادي في مصر وافريقيا والشرق الاوسط. والله اللي حصل ده تعب مجلس اداره بالكامل بصراحه، تعب 3 سنين استلموا النادي شبه لا يعني هو ما كانش فيه، ما اقدرش اقول خرابه، بس هو ما كانش فيه نادي، يعني اللي هو سور وكراسي وترابيزات اكتر من كده ما فيش، ما كانش فيه مبدئيا ما كانش فيه اي انشطه رياضيه، ما كانش فيه اماكن الناس تقعد فيها، اماكن محترمه تليق باعضاء نادي السكه الحديد. احنا عندنا قاعده من اعضاء نادي السكه الحديد ناس محترمه جدا، كلهم زمايلنا واخواتنا، فكان لازم اول ما جينا كان لازم نفكر في ان احنا نقدر نوفر لهم مكان محترم يليق بيهم. كلنا بنطلع من شغلنا مرهقين، ما بنقعدش وقت كبير مع اولادنا، ففكرنا في الحته دي لما جه المجلس بصراحه، فكر في ان زمايله اللي هم في هيئه السكه الحديد لازم حتى يوم اجازتهم يلاقوا مكان محترم يليق بيهم، يتشرفوا بيه قدام قرايبهم واهاليهم. فاول حاجه فكرنا بيها ان احنا نقدر نعمل لهم مكان يليق بيهم ويوفر عليهم التعب بتاع طول الاسبوع بتاع الشغل. ففكرنا ان احنا نطور حمام السباحه. بفضل الله احنا حمام السباحه ده بقاله اكتر من 40 سنه، اول مره حمام السباحه يشتغل صيف شتاء في عهد المجلس الجديد. تعبنا في تطوير حمام السباحه، ان احنا نسخن حمام السباحه، وده ده مجهود مش قليل جدا، ده مجهود من النادر ان انت حمام يكون بقاله 40 سنه، حمام سباحه بقاله 40 سنه شغال صيف بس، ان انت تقدر تاهله ان هو يشتغل صيف شتاء، دي حاجه حصلت في عهد المجلس الجديد. ان انت تعمل قاعده من الفرق الرياضيه، سباحه، باسكت، هاند، طايره، كل الانشطه دي كانت واقفه مش موجوده. كان النادي عباره عن مكان بتروحه زي اي حديقه، مكان بتروحه الساعه 5 الدنيا تصفر، النادي الناس تخرج، مفيش اي حاجه تخليك تقعد في النادي، لا كان في كافيتيريا ولا كان في نشاط رياضي ولا كان في جاردن محترم ولا كان في مكان تبقى مطمن على اولادك فيه. كابتن احمد فواز، سعيدنا واستكمل اللقاءات داخل نادي السكه الحديد. يكون معانا الدكتور عصام ابو النجا، عميد كليه التربيه الرياضيه ومدير النادي الصحي داخل نادي السكه الحديد. الف مبروك على الصاله الجميله ديت والنادي الجميل ده، وتحب تقول ايه للاعضاء وتفرحنا وتقول لنا الحاجات الجميله داخل نادي السكه الحديد من الجيم وصالات الجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. طبعا اهلا وسهلا بكم في نادي الصحي قسوره جيم داخل نادي السكه الحديد، عميد الانديه المصريه كلها. تم افتتاح هذا الصرح الكبير. نادي الصحي نادي متكامل شامل لكل الاجهزه الرياضيه، متوفر عندنا احدث الاجهزه عندنا الخاصه بالجيم، وكذلك موجود عندنا كمان فيتنس روم كامل متوفر فيه كل الاجهزه،
بجانب عند السباي ساونا وجاكوز وبخار، بجانب كمان عندنا كمان مركز تأهيل خاص بالإصابات الرياضية، معانا يعني أخصائيين تأهيل على مستوى عالمي عالي مع المنتخبات المصرية. هذا الصرح الكبير بيخدم عندي نادي السكة داخليا وخارجيا، يعني النادي النهاردة عندي مفتوح جوه لداخل الأعضاء وخارج الأعضاء كمان من عندي. النادي عندي مفتوح تقريبا من الساعة 6 صباحا لغاية الساعة 3 مساء، خاص بالأعضاء والغير أعضاء. النادي النهارده عندي يعني الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، بمعنى سياده الرئيس بيتكلم ان الرياضه دعم قومي وصحه الانسان اغلى ما يملك من الحياه باكملها لهذا الوجه. فالاجهزه اللي عندنا ديت متوفره باحدث التقنيه الحديثه، بجانب كمان عندي كمركز تاهيل لو رياضي حصل عنده اصابه كاجهزه علاج طبيعي موجوده، العلاج الفيزيائي كله موجود، تأهيل بعد الإصابة وبعد العمليات الجراحية كمان موجود مع أحدث الأجهزة اللي عندنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كل عام وأنتم بخير بمناسبة الأيام المباركات وشهرنا العظيم المبارك الطيب. طبعا معي في الاستوديو الكابتن عمار طلعت المدير الفني لنادي كهرباء غرب مواليد 2008. أهلا وسهلا كابتن عمار. عامل ايه كابتن؟ مواليد 2000 يا كابتن؟ تمام. 2008. 2008 انتوا شبه بعض. كل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك. كل سنه طيب يا كابتن. ومعايا طبعا الكابتن ايمن طلعت المدير الفني لنادي كهرباء غرب مواليد 2000. الله يكرمك. كل سنه طيب. سعداء ان احنا نشوف حضرتك تاني. واحنا والله اسعد والله. كل سنه طيب. واللاعب الجميل اللاعب فارس رمضان مواليد 2003 لاعب كهرباء غرب الصادق. ازيك يا فارس؟ كل سنه طيب يا كابتن رمضان كريم. انا مبسوط ان شاء الله. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله تمام. طبعا في هذا التقرير اللي اتعرض وبدانا بيه برنامجنا طبعا ده عن نادي السكة الحديد بالقاهرة بمدينة نصر، حاجة مفرعة وحاجة جيدة جدا. نادي تم إنشاؤه في خلال أو تجديد أو تطوير هذا النادي بقيادة رئيس النادي الدكتور محمد عيد وأمين الصندوق الأستاذ نبيل كمال، اللي طبعا عاملين طفرة جيدة إذا كان وصعد ممتاز به بالفريق وكذلك الإنشاءات الجميلة، ولكن يعني حتى من تحت المستخبية كده سيادة الرئيس طبعا السيسي معدي على نادي السكة الحديد ومعاه سيادة الفريق كامل الوزير. طبعا قال له نادي إيه ده؟ قال له السكة الحديد. قال له ينفع المنظر ده وانت رئيس وانت الوزير؟ في خلال طبعا أيام كان الشكل الجميل اللي احنا شفناه حاجة كويسة. نادي السكة الحديد نادي السكة الحديد بالقاهرة حاجة مفرحة طبعا. حمامات سباحة على أعلى مستوى دولية، طبعا جيم على أعلى مستوى، طبعا إنشاءات صالات طبعا جيدة ومكيفة، حاجات جميلة في ظل طبعا مجلس الإدارة الحالي بقيادة الدكتور محمد عيد. حاجة مفرحة بالأمانة. شفنا النادي مش ده نادي السكة الحديد قديما، ولكن حاجة جيدة جدا، وإن شاء الله بإذن الله يبقى فيه تطور وبالأخص الفريق الأول لكرة القدم طبعا بقيادة الكابتن جمعة مشهور. كابتن عمار عايز أتكلم عن طبعا فريق نادي كهرباء غرب اللي أنت بدأت فيه، يعني وبرغم النتائج الجيدة اللي انت حققتها في القطاع بالرغم النادي الاستثماري، ولكن النتائج جيدة جدا تم تحقيقها من خلال تكوين فريق على أعلى مستوى. عايزين نتكلم في خلاصة على هذا الفريق. الحمد لله بفضل الله احنا اشتغلنا مع كابتن هاني حسن لاعب نادي الترسانة ونادي بتروجيت ومصر المقص السابق، وطبعا احنا من هنا بنوجه له كل الاحترام والتقدير. تمام. شخص محترم وكويس وعمل طفرة ما حصلتش قبل كده في نادي كهرباء غرب، وفضل الله تم تشكيل الاجهزه الفنيه. كابتن ايمن كان مواليد 2000 وانا ما كنت 2008. تمام. كان عندي مجموعه طيبه من اللاعبين والحمد لله عملنا شغل كويس جدا جدا بشهاده الجميع وعملنا نتائج، وبس طبعا ظروف كورونا الدنيا وقفت والكلام ده كله، المباريات كلها وقفت بالظبط كده، فكل الدوري وقف والكلام ده،
بس ان شاء الله باذن الله في القادم هيبقى افضل ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن ايمن برضه عايز اتكلم عن الجانب الاستثماري وانديه الاستثمار طبعا لموسم الجديد. طبعا الوضع في دخلاء دخلوا على المجال للاسف الشديد بدون دراسات او مؤهلين وبداوا ياخدوا وينزلوا الملعب تمرين، وللاسف الشديد يعني الدنيا بايظه خالص في المجال الرياضي. ففي مخرج حضرتك انت شايفه؟ لا والله هو مخرج واحد بقى ان هو سياده الوزير اشرف صبحي تمام يدي امر زي ما ادى امر للنوادي كلها ان هو كل نادي يصرف على نفسه والموارد الماديه كل نادي يصرف على نفسه هناك. فدلوقتي هو منع كل اي حاجه. فدلوقتي حتى الانديه الكبيره الانديه المشهوره زي النادي الاهلي والاسماعيلي والزمالك ممكن اجي افتح في اي اكاديميه واقول ده نادي الاسماعيلي ده نادي الزمالك ده نادي الاهلي. وللاسف لقينا فعلا الاكاديميات بيشتركوا باسماء الانديه الكبيره. باخد اسم الاسماعيلي بروح اشترك بمركز الشباب، باخد اسم مثلا سموحه بشترك باسم مركز الشباب، واللاعب الفاجئ واللاعب الفاجئ ان مكتوب الكارنيه مخالف للصمات بالظبط. وللاسف ان احنا اغلبيه اللاعبين او الاولياء الامور اللي هم ما يعرفوش او ما عندهمش درايه بالموضوع دوت ان هم بينساقوا ورا الحاجات دي. تمام. فهو دلوقتي بس يعني كل نادي دلوقتي بيصرف على نفسه، لازم افتح الاستثماري واشتري واعمل والكلام ده كله. مش عيبه، ما فيش مشاكل، كلنا شغالين ما فيش مشاكل، بتقوى ربنا في اولاد الناس لان دوت امانه في رقبتنا. وفي نفس الوقت الاسماعيلي والاسماعيلي الاهلي بقى اهلي زمالك يبقى زمالك. تمام. لكن ما بقاش انا لا اسماعيلي ولا زمالك ولا الكلام ده كله، اتحط اسماء. قطاع موازي، قطاع موازي. يعني ايه قطاع موازي؟ الولد بيستلم اللبس وبالكارنيه بيطلع بمركز الشباب. هو ده المعتاد. أيوة. وبعدين الكارنيه اللاعب من دول يتفاجئ ان هو بيتكتب مركز شباب في اقل كارنيه الاتحاد المصري. فاحنا برضو دي بس عايز شغل جامد. سلبيه. وبرضو الاتحاد المصري برضو مسؤول مسؤوليه كامله عن هذا. ده طبيعي التهريج طبعا. فارس انت اخبارك يا حبيبي؟ الحمد لله تمام. انت طبعا الكل بيشكر فيك، لاعب موهوب، لاعب مميز. ان شاء الله كده انت يعني تطلعاتك في الفتره القادمه اللي انت محطتك ايه؟ انت واخد النادي ده كمحطه وبعد كده هدفك ايه؟ طبعا نفسي احقق الاحتراف طبعا واكون زي محمد صلاح، وباذن الله احقق هذا الامنيه باذن الله. انت لو زملكاوي بقى؟ انا زملكاوي. جدع انت كده حزين. كابتن عمار برضو عايز اتكلم عن طبعا الموسم الجديد له شكل مختلف، له وضع تاني بالنسبه لمسابقات الناشئين. كل مسابقه ناشئين او كل نادي حسب الدرجه اللي فيه الناشئين هتلعب. يعني ممتاز الف هيلعب جمهوريه ألف فقط، ممتاز ب هيلعب جمهوريه ب مع انديه الممتاز ب فقط، القسم الثالث هيلعب مع انديه القسم الثالث فقط حسب المجموعه الموجوده في الجدول الفريق الاول، القسم الرابع نفس المنوال. برضه دي حاجه كويسه طبعا هتدي روح تنافسي وقوه مسابقات الناشئين ديت برضه ميزه. وبرضه كاس مصر يعني هو كله للناشئين دي حاجه كويسه برضه كويسه جدا طبعا. لو فعلوها ان شاء الله السنه دي تبقى حاجه كويسه. هو كابتن احمد مجاز صراحه عايز يعمل حاجه وشكل جديد للناشئين بالامانه. الراجل لما كلمناه يعني لا بيفتح صدره والراجل يعني بياخد كلامنا بترحاب، واي جديد او مقترحات بنتواصلوا معاه وبياخد بالكلام ده. بس احنا بس يعني ايه نقطه صغيره، توقيت مسابقات كاس مصر حاجه كويسه اللي انا بعمل كاس مصر للناشئين. ولكن للاسف الشديد اثناء الدوري ولا مع للاسف الشديد التوقيت صعب جدا. يعني في نهايه ايه في نهايه اربعه مسابقه كاس مصر او في اول خمسه. طبعا في اول خمسه امتحانات تمام طبعاً. في ظل الظروف بتاعه الكورونا برضو مش شايفين الدنيا ماشيه ازاي. تمام. معظم او اغلبيه الانديه اعاده اللاعبين في البيت واستعداد الموسم الجديد بعد العيد مباشره. مفيش نادي بيمرن خالص. لا تمام. مفيش نادي بيمرن خالص دلوقتي. لا والله شغالين واقف في جميع الانديه الا بقى السبوبه بقى. الجزيره مطروح شغال في اسمها ديت في اسكندريه، بيقول لك اختبارات وشغالين والدوري بعد بكره. عاملين عليهم والدوري على طول. هو اللي يلحق انا مش عارف والله. يعني اللي يلحق تلاقي بوستات كتيره. ده احنا لسه بنعلن عن الاجهزه الفنيه واختيارات الاجهزه الفنيه الدقيقه للموسم الجديد عشان طبعا اختيار او انتقاء المدرب هيساعد طبعا في صقل الولد وتعليمه والتعليم الجيد في التدريبات والمباريات. كابتن عمار برضو عايز اتكلم عن الناشئين والبراعم. تمام. هل انت بتحب يعني تدريب الناشئين زي تدريب البراعم ولا في فرق المرحله السنيه اللي انت يعني بتحبها؟ تمام. انا كنت بفضل دايما شغل البراعم. تمام. لان انت ده بتبني من الاساس من البدايه للطفل
بتعرفي كل حاجه وبدايات الكوره والكلام ده كله. فبتستريح نفسيا. انا بحب اتعامل مع الاولاد الصغيره تمام فوق الشغل. بس ان شاء الله باذن الله السنه دي هجرب طبعا الناشئين، لان خلاص حبيت ان انا ايه خلاص اجرب حاجه تانية على اساس ان انا عايز اعلى شويه من ايه بالمجال وفي ان شاء الله باذن الله في المسابقات. لان طبعا الناشئين تبقى اقوى طبعا وكل حاجه مسلطه عليها. البراعم مهما كان برضو مهرجانات والكلام ده وخلاص المسابقه بتنتهي في وقت معين انما الناشئين مفتوحه، المجال مفتوح والدنيا مسلطه، ممكن تطلع لاعب كويس، ممكن الاضواء مسلطه عليه فانت بتكتشف لاعب تشهيره وبتاع. فان شاء الله كابتن ايمن يعني انت مع ولا ضد بالنسبه للبراعم ان يكون لها جو تنافسي يعني بداخل ولد مسابقه ولازم تكسب؟ لا معاها ده يعني طبعا غلط الولد الصغير ده اللي انا اخليه في جو تنافسي لان طبعا ما يستحملش هو السن بتاعه حتى بنيانه حتى في حاجات عوامل كتير جدا تمام. ما تخلوش يتحط في نفس ما تسويش في نفس مرحله الناشئين الظروف دي كمان الناشئين بتبقى تمام يعني لغايه 2006 و5 و4 و3 و2 والكلام ده كله غير البراعم خالص اللي 2008 و7 انت بتظلمهم اما تعمل لهم احتكاك مع يعملوا احتكاك مع نفسهم تمام. مع نفس المواليد مع الكلام ده كله لكن ما تحطوش مع ناشئين ويعمل احتكاك وانت كده بتظلمه بتظلمه بدني وبتظلمه فني وبتظلمه في كل حاجه هناك تمام. قول لي كده فارس بالنسبه لبدايتك بقى كتاريخك بالنسبه لكرة القدم بدات فين قبل ما تيجي كهرباء غرب؟ انا بدات في الترسانه مع الكابتن طارق زكريا وبعد كده لعبت في وردان ومن وردان للزمالك بس ما حصلش نصيب ان انا اتسجل وكده فقررت ان انا اروح نادي كهرباء غرب ومن كهرباء غرب باذن الله المصري والخطوه تكون جيده باذن الله ان شاء الله نشوف حاجه كويسه من فارس كده ان شاء الله. هو فارس على فكره لاعب موهوب جدا بس انت فيك شبه كبير من اسامه نبيل قلتها لي المره صح كده عشان برضه نكون عارفين قلتها لي الحلقه اللي فاتت برضه عشان برضه ايه ما انساش بس اللاعب دوت يعني ليه مستقبل كويس جدا لان انا مسكته برضه السنه دي كنت ماسك 2000 بس ضميته وصعدته ل 2000 من 2003 صعدته لمواليد 2000 ولعب اربع مسابقات ديفندر ملوش حل سابق سنه في الفنيات في يعني بيصعد لل 2000 كده بيصعد احنا صعدناه من 2003 ل 2002 بالظبط كان كل مدرب بيختار كان كل مدرب بيختار ولعب في مسابقه 2003 و2 و1 ولعب معايا انا في 2000 بصراحه ديفندر كويس جدا 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 بيشوف الملعب بطريقه كويسه جدا عارف هو بيعمل ايه بياخد وبيدي وبيروح يعني بيسلم كوره وبيستلم عنده كتير وان شاء الله انا بتمنى له مستقبل كويس جدا جدا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طبعا حابب بقى تشكر مين بقى في قبل ما اختم هذه الفقره كده حابب شكر خاص كده لمين يا فارس؟ طبعا اولا كده حابب اشكر ابويا وامي لان وقفوا جنبي كتير وساعدوني وهم اللي وصلوني للحظه اللي انا فيها دلوقتي وطبعا عمامي واخوالي خال احمد وخال السيد وعم عبواني وعم سعيد طبعا لازم اشكر طبعا الناس كلها وقفت جنبي واصحابي احمد مصطفى ومحمود اسماعيل ومحمد اشرف وكل الناس وعبد الله عم منصف طبعا محمد مصطفى وكل الناس دي ما اقدرش انساها طبعا يعني ده شكر خاص باذن الله ماشي يا فارس. كابتن عمار بقى شكر خاص كده لحد خارج المجال حد خارج المجال حابب تشكره واقف سندك يا اخي مفيش خارج المجال الاول يعني بنشكر الحاج طبعا والدي اللي هو وصلنا للي احنا فيه دلوقتي تمام والدي ووالدتي وقفوا معانا من صغرنا الحمد لله للمجال طبعا كنت لعيب الاول كوره وكان والدي يعني من صغري بيمشي معايا في كل حاجه فالحمد لله رب العالمين طبعا بشكره على الهواء مباشره هو والحاجه اللي وقفوا جنبي واخواتي طبعا والكابتن ايمن ليه شكر خاص طبعا لان اخويا الكبير وكده واحنا الحمد لله مع بعض وان شاء الله في السنه دي باذن الله اكون مع حضرتك اضافه جيده ان شاء الله ده انا بعلن على الهواء ان انتوا يعني شرفنا شرف لينا قبل اي حاجه شرف لينا ان شاء الله باذن الله يكون موسم جديد ان شاء الله وكويس ان شاء الله يكون خير على الناس كلها باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. كابتن ايمن برضو شكر خاص هو برضو تكمله للكابتن عمار برضو لوالدي ووالدتي برضو في الاول وفي الاخر لان هم صحاب الفضل يعني برغم كبر سن والدي اللي هو انه بيقف معانا في كل كبيره وصغيره بالنسبه للكوره ويمكن في الحلقه اللي فاتت كان كلم حضرتك السنه اللي فاتت تليفونيا يعني برضه شكر خاص برضه على الهوا برضه كده برضه الراجل برضه مش عايز امحي حقه نائب الدايره عندنا الاستاذ علاء ناجي تمام عضو مجلس الشعب بصراحه قايم معانا بمجهود جامد جدا 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 على مستوى الدايره وخصوصا بصفه خاصه على مستوى البلد
بس انا بنجده من هنا بس ان هو يشوف لنا موضوع الصرف الصحي وخلاص ان شاء الله باذن الله يعني كده. ان شاء الله باذن الله. طبعا في ختام هذه الفقره بشكر ضيوف الكرام الكابتن عمار طلعت طبعا المدير الفني السابق لنادي كهرباء غرب، شكرا جزيلا كابتن. احنا اللي بنشكر حضرتك ورمضان كريم وان شاء الله باذن الله موسم يبقى كويس ان شاء الله مع حضرتك ان شاء الله كابتن عمار. وطبعا بشكر طبعا الكابتن كبير الكابتن ايمن طلع، شكرا جزيلا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن، كل سنه وحضرتك طيب. وبشكر قصه البرنامج اللي مع بعض الله يخليك. وبشكر طبعا اللاعب الجميل اللاعب الموهوب اللاعب فارس رمضان مواليد 2003، شكرا جزيلا. كل سنه طيب كابتن، رمضان كريم على المسلمه جميعا ان شاء الله. طيب حبيبي طبعا هنطلع لتقرير، طبعا هو مش رياضي ولكن تقرير حاجه محترمه حاجه كويسه، التعليم الازهري، التعليم الازهري حاجه مشرفه وحاجه كويسه. ده كان هنطلع لتقرير عن معهد كوم البركه بمحافظه البحيره مركز كفر الدوار، طبعا خد الجوده في الناحيه التعليميه وتلاميذ حافظين لكتاب الله طبعا كاملا تم تكريمهم من قبل السيد مدير الاداره الدكتور صلاح دحريج والاستاذ علي سالم مدير المعهد. هنطلع نتفرج على هذا التقرير ونستقبل ضيوفنا الكرام الكابتن احمد حارس وطه حارس لاعب نادي الزمالك مواليد 2005.